قليلا عن منتدى الجالية الجزائرية في تركيا. بسم الله الرحمن الرحيم، شاكرا لكم هذه الاستضافة الطيبة. طبعا منتدى الجالية الجزائرية هي فكرة شبابية، كانت جاءت فكرتها في إحدى الأعياد الفطر في تركيا، حيث اجتمع الجالية في إحدى الحدائق وقالوا لما لا نؤسس شيء يجمع الجزائريين في ظل مجموعة من الجمعيات في التي تمثل مختلف الدول. ممكن نذكر السنة؟ يعني السنة هو الفكرة جاءت في 2017، التأسيس الرسمي بعد إيداع ملف التأسيس في المؤسسة الخاصة بالجمعيات التركية، تأسس في 22 نوفمبر 2018. هي الفكرة، ممكن تحدثوا عن عدد المؤسسين، طبيعة يعني الأهداف المحددة في الأولية؟ القانون الأساسي هو القانون التركي يشترط إما 5 مؤسسين أو 7 مؤسسين، احنا أسسنا ب7 مؤسسين معنا في المكتب التنفيذي، وعندنا ما يسمى بالمجلس الرقابة اللي هو 3 أساسيين و3 احتياطيين. طبعا هذا القانون الأساسي خاص بالقانون التركي، ونحن عندنا ما يعني أضفنا ما يسمى بالمجلس الاستشاري، عندنا مكتب تنفيذي ومجلس الاستشاري يضم أكثر من 35 عضو من باب التناقش وإثراء الأفكار التي تخدم أهداف ورؤى المنتدى. نعم جلال، عد الفكرة التأسيس وصولا إلى آخر إنجاز، يعني المنتدى الآن بعد تأسيسه هذه حوالي 2 أو 3 سنوات على قول نور الإسلام. نعم هو لم يكمل أخي إسلام، أولا أشكركم على الدعوة. قلت التأسيس الرسمي على الأوراق كان في نهاية 2018 شهر 11 بالضبط، يعني شهر نوفمبر. نحن أردنا هذا التاريخ يعني ربطا بأول نوفمبر، يعني اندلاع الثورة ذكرى المجيدة عند الجزائريين. لكن فعليا والإعلان عن الانطلاقة كان في 16 فبراير 2019، وبالتالي نحن الآن قضينا سنة من الإنجازات أو سنة من النشاطات. طبعا كبداية أي جمعية أو أي مؤسسة وفقا للواقع الجديد وكذا، فتوقعات ولا النشاطات المتوقعة أو المبرمجة حسب الظروف الموجودة في بداية التأسيس، سطرنا 10 نشاطات فقط. قلنا إن أنجزنا 10 نشاطات في السنة نكون أنجزنا خيرا كثيرا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإخواننا في الجالية الجزائرية اللي وقفوا معنا وفعلا عجبتهم الفكرة وساندونا. وصلنا إلى 50 نشاط خلال السنة. نعم. شملت عدة محاور ربما سيتكلم عليها. نعم نتحدث على هذه المحاور. نعم. سينور الإسلام. نعم. قرابة حوالي 40-50 نشاط على مدار سنة كاملة، دلالة على انتشار المنتدى في اجتماعيا وسط الجالية الجزائرية. ممكن نتحدث على هذه النشاطات، بعدها نتحدث على كيف يعيش الجزائري في تركيا. أكيد. هو المنتدى، المقصد الكبير من المنتدى هو تجميع الجالية الجزائرية والاستفادة من الكفاءات الموجودة في تركيا. نعم. أهم المحاور التي نشتغل عليها هي المحور الاجتماعي، المحور الطلابي الأكاديمي، ثم المحور الثقافي، ثم أهم إن صح التعبير المحور والاقتصادي. فبفضل الله هذه نبدأ في الجانب المحور الاجتماعي. تمام. المحور الاجتماعي الهدف يقوم المنتدى بتنظيم ندوات إرشادية، توجيه، جلسات مفتوحة مع الجالية، استفسارات، تحديات المعيشة في تركيا، أحيانا تأتينا تساؤلات من عائلات جاءت جديدة، فهناك تلاحم أو تبادل المعلومة الصحيحة تسهل على الجالية الجزائرية عموما اختصار طريق وربح أحيانا حتى الجانب المادي. أنتم حلقة مساعدة يعني تذليل الصعوبات لكل للجزائري في تركيا. أكيد. حاليا في المنتدى عندنا مجموعة في الواتساب تضم أكثر من أظن 270 منخرط معنا، يعني عضو. عندنا مجموعتين الحمد لله، الآن عندنا أكثر من 500 عضو معنا في خلال سنة استطعنا أن نفتح توسيع المنتدى. فالمعلومات التي تدور داخل مجموعة الواتساب تسهل على الجالية الجزائرية المعلومة في مختلف المجالات، في الجانب تبادل الخبرات. نعم. ممكن فرص، ممكن وافد جديد طالب يبحث عن شقة مثلا. نعم. واحد، فهناك تعاون عن طريق هذه المجموعة. سي جلال، قلت تبادل الخبرات، نحاول هذه تبادل الخبرات لتسهيل معيشة الجزائري في تركيا. كيف يعيش الجزائري في تركيا، خصوصية الجالية الجزائرية في تركيا؟
طبعا قبل ما نتحدث عن كيف يعيش الجزائريين الموجودين في تركيا أقسام صح القول فئات وفئات في غالبية يعني أو نسبة لا بأس بها ربما سنذكر الأرقام من بعد هي طلبة عدد طلبة في تركيا في تزايد رهيب يعني كل سنة عن أختها هادو طلبة لجان منحة أموره مقضية يعني لأنه إقامته كذا أموره مقضية غير المنح اللي يجوا يدرسوا بصيف يعني بأموالهم الخاصة هادو اللي دائما عندهم مشاكل في كيف في الإيواء في لا يعرف المصاريف هاي الأمور ففي إخواننا اللي سبقوهم بالسنوات الماضية من خلال هذا الالتحام من خلال النشاط الاجتماعي الذي نقوم به فتجاربهم السابقة يعطوها لهم جاهزة فما يتعبوش كثيرا بالنسبة للفئة الثانية غير الطلبة الناس اللي جاية تشتغل طبعا هذول أيضا عندهم مشاكل الاندماج في بداية الأمر مشكل اللغة مشكل إيجاد شقة مشكل لأنه اللغة التركية مختلفة تماما عن اللغات الأخرى هذه الفئة الثانية وفي فئات المستثمرين والأجانب هذول المستثمرين والتجار هذو أيضا عندهم مشاكل في كيفية تأسيس الشركات مثلا كيفية التواصل مع الإدارة التركية من أجل إنشاء مؤسساتهم فنقدم لهم أيضا خدمات بهذا الجانب نعم نور الإسلام نتكلم قليلا عن الطلبة وقلت أنه هناك أرقام كبيرة من الطلبة الجزائريين في تركيا هل الطالب الجزائري عندما يذهب إلى تركيا يواجه عقبات في هذا البلد الجديد عليه؟ طبعا بطبيعة الحال أي إنسان عندما وقبلها ممكن نذكر أرقام عن الطلبة الجزائريين أكيد سنذكر إن شاء الله موجودة عندنا أرقام قلت لك أخي الكريم أي وافد على بلد جديد سيجد صعوبات ناس بكري يقول كذا دخلت البلاد خل بأهلها يعني نعم. فالإنسان دائما يقول أيضا لكل داخل دهشة فالطالب الجديد ربما يكون في صغر سنه يأتي إلى بلد منفتح فيه معايير جديدة خدمات يعني واللغة متغيرة أكيد يحتاج واحد ليساعده ويوجهه الطلبة تخيل أخي كان في سنة 2013 كان عندنا أظن 30 طالب فقط منحة الآن في سنة 2019 عندنا ما يقارب 400 طالب عنده المنحة مجمل الطلبة ككل حاليا هو ما يقارب 2000 طالب جزائري الآن التوافد كبير من الطلبة الجزائريين للدراسة في تركيا لعدة عوامل أولا قرب المسافة ثانيا ربما أرخص تسهيلات. التعبير أرخص تسهيلات الإقامة سهلة بلد مسلم بين قوسين هذا ما يساعد كثيرا كثير من الطلبة الجزائريين ممكن. أيضا ربما بعض التخصصات الغير موجودة في الجزائر وفي أوروبا تكون متواجدة في تركيا سي جلال ممكن نفصل أكثر في جانب الطلبة حوالي في المنتدى كم زاركم من طالب أو تواصل معكم من صحة التعبير نعم أكيد أنا قبل أعطي بعض الأرقام المهمة أيضا بالنسبة للطلبة كما قلت أنه الطلبة في تركيا إما الناس اللي جت منح لما نقول منح معناها منحة كاملة تقدمها مؤسسة المنحة التركية بما فيها الإيواء والإطعام وحتى مبلغ مالي يعيشوا به فعدد الطلبة الملاحظة المهمة والمؤشر المهم في هذا الأمر أنه ابتداء من 2013 جاء فقط بالمنح التي تقدمها الدولة والخاص 65 طالب السنة اللي بعدها 137 السنة اللي بعدها 181 السنة اللي بعدها جاء 292 السنة اللي بعدها 360 آخر سنة 2019 جاء 588 طالب 580 يعني ارتفاع رهيب جدا يعني في تزايد مستمر يعني إجمالي الطلبة يقارب الآن 1800 طالب هذا مؤشر طبعا للتسهيل التي تقدمها الدولة التركية أيضا قلت الطلبة اللي المنتدى الجالية الجزائري على احتكاك دائم بهم بحكم أنه الإدارة التركية أو مؤسسة المنحة التركية على علاقة طيبة مع المنتدى تعطينا المعلومات أولا بأول هما طلبة المنحة هذو أكثر الناس اللي المنتدى على تواصل بهم ومتمركزين أكثر شيء في إسطنبول وأنقرة المشاكل اللي تواجه طلبة المنحة يعني هما عندهم كل شيء راح يوفر لهم لكن فيه مشاكل وعوائق راح تواجه هؤلاء الطلبة بالنسبة لطلبة المنحة قلت لك مشاكلهم أقل بكثير من طلبة اللي يروحوا يدرسوا على حسابهم الخاص لأنه ابتداء من أول سنة
سنة تحضيرية راح تكون اللغة، أهم مشكل هو اللغة، لما ينحل مشكل اللغة فالتواصل هذا الطالب نفسه هو يصبح يساعد الجالية الجزائرية، لأنه الدولة تكفلت بهذا الأمر في السنة التحضيرية للغة، فهما العكس هما الناس اللي يحلوا المشاكل الطلبة الآخرين يعني طلبة الملحة، فمشاكلهم قليلة يعني بسيطة يعني تتحل بالاحتكاك بالطلبة، المشكل يكون قبلي في أثناء التسجيل للملحة. نعم. لأنه موضوع التسجيل يأخذ وقت كذا وفيه بعض الإجراءات. نعم. ملاحظة مؤشر ثاني أركز عليه في موضوع الطلبة أنه الطلبة اللي يؤخذون للمنحة هم طلبة مجتهدين جدا يعني صحيح. فالآن نعم. صار يأخذوا معدلات 15 16 17 بالبكالوريا يعني نعم. يعني لا يأخذون أي طالب، فهذا نعم. أيضا مؤشر مسح القهوة خطير بالنسبة للجزائر يعني. نعم الجو الاختيار طلبة يعني يعتمدون على الجودة والانتقاء، فهذا الجانب ما فيش نقطة. أنا أضيف أن الطالب الجزائري متميز في تركيا. نعم. حتى أنه بعض أحيانا بعض الجامعات فيها حساسية لأنه الجزائري كل ما يدخل المسابقة يكون هو في الماتشات برومو يعني نعم. متفوق دائما نعم. وأحيانا حتى الطلبة اللي يأتي يدفع على حسابه الخاص تخصص معين في الجامعات إذا نجح الجامعة تتكفل به يعني ترجع نعم. له وتعطيه هي المنحة يعني نعم. الحمد لله الجزائري يشرف يعني حتى تركيا تشجع كثيرا الطلبة الجزائريين لأنه صحيح. عندما يجتهد تدفع له يعني التشجيع للكفاءات الجزائرية بالخارج. تفضل. أنا في موضوع الطلبة والمشاكل التي يعاني منها الطلبة منتدى الجالية الجزائرية سنة سيواظب عليها كل سنة إن شاء الله هو الملتقى نعم. التوجيهي للطلبة نعم. عملناه منذ 3 أشهر تقريبا وسيظل كل سنة هو ملتقى توجيهي يحضر فيه كل الطلبة السابقين في جميع التخصصات ويحلوا كل المشاكل بإذن الله تبع الطلبة إن شاء الله إن شاء الله. في هذا الجانب ممكن ننتقلوا فيه محور أيضا محور الاقتصادي ينشط المنتدى على مستوى المحور الاقتصادي نعم. ايضا فهل احد نتحدث قليل عن هذا الجانب والمنتدى ودوره في هذا الجانب صحيح هنا العلاقات الجزائريه التركيه فيها جانب اقتصادي جميل. مهم جدا في التبادل التجاري صحيح. هو الحمد لله مؤخرا قبل 2 أو 3 أشهر ايضا اسسنا نادي اقتصادي خاص بالمنتدى نعم. الجاليه الجزائريه. نحن الان نمشي الى فكره التخصص داخل المنتدى. عندنا أكثر من نادي، عندنا نادي اقتصادي، نادي رياضي، نادي ثقافي، النادي الفكري أقصد، وعندنا نادي المناظرات يعني ندرب بعض الأفراد الجالية. فسؤال عندكم مقر محدد يعني ولا في مكاتب على مستوى تركيا؟ لا موجود عندنا مقر. كان في الأول تحدي، بقينا حوالي 3 أشهر إلى 4 أشهر بدون مقر. فالتحدي رفعنا الحمد لله تحدي، بدأنا بدون مقر ثم باجتهادات الإخوة كلهم في الجالية الحمد لله الآن عندنا مقر وبعنوان في مركز اسطنبول بمنطقة الفاتح ومعروف وفيه توافد كبير. نعم نواصل نعم. الحديث عن الشق الاقتصادي. نعود فقط أردت التعريج على ما يسمى بالنوادي. نريد النوادي. أن نتخصص كل محور نضع له نادي ونكلف به شخص معين في المنتدى يمشي. فقلنا عندنا النادي الاقتصادي، عندنا نادي الرياضي، نادي المرأة والأسرة، عندنا نادي الفنانين، نادي الفكر، نادي الفكر. عندنا مختلف النوادي الحمد لله. أسسنا معهد لتعليم اللغة التركية واللغة الإنجليزية تواجه الطلبة نعم. هناك. أهم النوادي إن صح التعبير في المنتدى هو النادي الاقتصادي. نعم. النادي الاقتصادي الحمد لله احنا عملنا شبكة علاقات واسعة مع أهم الجمعيات التركية التي تشتغل في مجال التجارة بحكم العلاقات وحجم المبادلات التجارية التي وصلت إلى 3.5 مليار. عندكم علاقات برجال أعمال جزائريين؟ أكيد. هذا النادي الاقتصادي هو الفكرة هي تجميع التجار ورجال أعمال الجزائريين أولا لتعريفهم ببعضهم البعض تبادل الخبرات وحتى الاستفادة من بعضهم البعض. خلينا نقول ممكن يكون هناك اكتفاء ذاتي بين الجزائريين. علاقة ربط. مثلا واحد متخصص في مجال الميكانيك ومجال الألبسة ويريد شركة شحن، ففي العوض اللي يذهب إلى أجنبي يروح للجزائري اللي يخدم نفس التخصص. فهذا هو المقصد أنه تشبيك العلاقة ما بين الجزائريين أولا ثم فتح فرص وآفاق استثمار أخرى مع الجانب التركي. نعم. عندنا علاقة جيدة الحمد لله مع أكبر جمعية في تركيا ما تسمى بالموسياد وهي تجمع ما يقارب أظن 20,000 رجل أعمال في تركيا.
عندنا أيضا علاقات مع وقف لرجال الأعمال المقاولين، والحمد لله يعني أسسنا شبكة علاقات واسعة في خلال هذه السنة في مختلف المدن. هذا المحور ممكن تحدثوا قليلا عن، نقول لك كلمة جلال عن الأهداف في المحور الاقتصادي، وقبلها حدثنا قليلا عن المنتدى اللي فيه منتديات كثيرة، يعني منتدى يعني التخصص. أيوه. هذا نتحدث عن النوادي، مجموعة من المؤسسات. يعني نعم، وسعتم حتى المرأة، الرياضة، يعني حتى في الرياضة موجود. جميل. نعم، هو الفكرة أنه المنتدى من يوم أسس يعمل بفكرة القيادة الجماعية، يعني صح عندنا تنظيمية رئيس ومرؤوس، لكن فكرة أنه الرئيس عندنا هو صاحب المشروع، جيب مشروع وتوكل على الله تصبح رئيس. نعم، باقي الأندية جاءت حسب الطلبات وجاءت حسب الاحتياج تاع الجالية. آخر نادي أسس هو نادي الفكرة، أنه بعض الطلبة والباحثين والدكاترة قال لماذا لا يكون عندنا لقاء يجمعنا كمفكرين كأدباء، نتدارس كتاب، نختار موضوع معين، ندوات فكرية. فأسس هذا النادي توكلوا على الله تلقائيا. نعم، تلقائيا الحاجة. نفس الفكرة، الحاجة تاع النادي الاقتصادي أيضا، مشاكل الذي يعاني منها الجزائريين اللي يروحوا باش يمارسوا تجارة ويتعرضوا ربما للسرقة من جاليات أخرى ولا من مكاتب أجنبية أخرى. فالهدف الرئيسي لتأسيسنا لهذا النادي أنه على الأقل لما يكون جزائري مع جزائري، حتى إذا صار مشكل يمكننا أن نتدخل كوسيط، يعني كمنتدى. فالحاجة هي اللي خلتنا نمشي والفكر المؤسسات، أنه حسب الحاجة ونجمع الناس حسب تخصصاتهم. نعم، نتحدث عن تجارب خاصة في الجانب الاقتصادي، يعني فيه مثلا كان عنده مشكلة كبيرة رجل أعمال، أو وانتم كنتم سبب كبير في حل هذه المشكله، ممكن تحدثوا عن قصه؟ نعم. واقعيه. نعم. مرت عليكم؟ نعم. تفضل. نعم. مرت عندنا عديد من ليس في الجانب الاقتصادي فقط، حتى. نعم. في الجانب الاجتماعي ممكن تحدثوا على الحمد لله نموذج المنتدى الان اصبح بمثابه البيت الكبير للجاليه. نعم. اللي يكون عنده مشكل ياتي للبيت الكبير. نعطيك مثال بسيط، في احد التجار الجزائريين كان عمل صفقة مع شركة تركية في مجال العقار، فعن طريقنا الحمد لله حلت المشكلة وزرنا الشركة التركية يعني قبل ما يأتي التاجر الجزائري، شرحنا له الوضع وفهمنا منه، ثم استدعينا التاجر الجزائري أو المستثمر الجزائري إلى تركيا وعملنا معهم جلسة صدح، والحمد لله كانت الأمور. هي المشكلة مثل ما تفضل أخي جلال، هي اللغة، لما تكون تتقن اللغه التواصل، يعني في التواصل. نعم. والاتراك يعني تقريبا مثل الجزائريين، فيهم في النرفزه وفيهم هذا، فلازم تدخلهم من باب اللغه ثم كل شيء ان شاء الله. نعم، اذكر فضل على انه لما تحدث تركي لما تحدثوا بصفتك الخاصه ولما تحدثوا كانك مؤسسه او جمعيه، مهم جدا الموضوع يختلف تماما، يعني عن شخص سابق. ذكر جانب النرفزه، نتحدثوا قليلا سي جلال عن خصوصية الجالية الجزائرية مقارنة بالجالية الجزائرية الأخرى في دول أخرى، يعني في كندا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا، الجالية خصوصية الجالية الجزائرية في تركيا. جميل، نقطة مهمة جدا. من يتوجه إلى تركيا يعني في عنده مجموعة من المعايير وضعها في ذهنه. نعم. اشرح لتركيا. صحيح. أنا في هذه النقطة أذكر أنه الشعب التركي والشعب الجزائري شبيهين في هذه النقطة، أنه الشعب الجزائري مثل ما سميتها بالنرفزة، والشعب التركي أيضا عنده. فجاليات الأخرى متعودة شو يسموها المداهنة من أجل. نعم. أنه يقضي مصالح. الجزائري ما عندوش هذه الحقية طبعا، مباشر. مباشر يعني. ففعلا كثير من الجزائريين يعانون من هذا الموضوع. الحمد لله نحن الآن عندنا محاضرة نعملها مرة على مرة، يديرها لنا واحد تركي يتقن اللغة العربية، اسمه. نعم. الاندماج الاجتماعي في تركيا، يعني. نعم. كيف تتعايش مع التركي. نعم. لأنك لما تعرفه مسبقا فتعرف كيفاش تتعايش معه، عاداتهم، تقاليدهم، واش يحبوش ما يحبوش، فهذا. نعم. مهمة جدا في المدخل الى الشخصية التركية. نعم. كثيرا ما يكون من الجزائريين لانه ما يعرفوش الشخص التركي كذا، حتى الناس يجي سواح يصطدموا معهم، في احيانا في الباص يصطدموا معهم لانه ما يعرفوش الثقافة تاع الاتراك. اذكر لما كانت كأس افريقيا، الجزائريين الموجودين خرجوا يحتفلوا في الليل كيت العادة مثل الجزائري، يحتفلوا وشعلوا الفيوميجان كل شيء، فجاتهم الشرطه وزجرتهم، فمش راحوا، خلوا الشرطه راحت عاودوا رجعوا.
خصوصيه جزائريه كثير. في النهايه راح يدير رايه الجزائري. نعم، عن العلاقات الجزائريه التركيه ممكن انا في الاخير، ما زلنا دقائق. نعم. علاقات الجزائريه التركيه ضاربه في اعماق التاريخ. في الجانب الثقافي والسياحي الجزائريين السواح في الجزائريين يذهبوا بزاف لتركيا. نعم. فهل يضعوا منتداكم هذا الامر بعين الاعتبار؟ طبعا اكيد. نعم. ومؤخرا السائح، حاول نختصر. نعم، مؤخرا السائح الجزائري اصبح يتوفد على تركيا. وبالنسبه لتركيا، بالنسبه للجزائري اصبحت الوجهه الثانيه بعد تونس. الاحصائيه الاخيره في 2019 ما يقارب 300 الف سائح جزائري الى تركيا. احنا الذي يهمنا، وهذه منبر من هنا من منبر شروق، نحاول أن ننصح أي جزائري لا يتعامل مع المكاتب السياحية المجهولة أو عن طريق الفيسبوك. نريد أن يتواصل مع الجهات، المكاتب المحترمة المعروفة، لأنه صار فيه كثير من قضايا النصب والاحتيال للأسف، سواء في المجال العقارات، سواء في المجال السياحي، في المجال أيضا الملف الطبي، وهذا ممكن إن شاء الله في مناسبات أخرى نفتح هذا المجال. لا عادي، تفضل، يعني حتى باختصار فقط. نعم، لأنه فيه كثير من الملفات الطبية للأسف، الجزائري المريض هنا تجمع له الأموال ثم يأخذها إلى غير قناتها، وبالتالي تذهب كل الأموال، والضحية هو المريض. فالناس تتعامل للأسف مع بعض الصفحات الوهمية في الفيسبوك وبعض المكاتب التي ليس لها أساس. نحن من هذا المنبر، المنتدى يتعامل أو عنده مجموعة من الشركات الجزائرية الموثوقة، يعني التي تعامل معها، يستفسر من عندنا أي تساؤل أي استفسار، نحن جاهزين لأن يكون المنتدى خادم لهذا المواضيع. نعم جلال. نعم شكرا جلال. عدة التوصيات في كلمة ختامية للجزائريين في الجزائر وفي تركيا. نعم، التوصيات ختامية، أهم نقطة هو أنه المنتدى فاتح، لأنه بعض الجزائريين متحفظين، المنتدى فاتح أبوابه لكل الجزائريين. المنتدى هذا تاعكم، اللي يجيب مشروع، اللي يجيب فكرة اللي حاب يطبقها، احنا نقدم له الخدمات اللازمة من خلال علاقاتنا، من خلال واش نقدروا نعاونوا. فمرحبا بالجميع. لكم صفحات على السوشيال ميديا؟ صفحات في الانستغرام، في الفيسبوك موجودة. هذا واحد. توصية ثانية، أيضا نطلب من السلطات الجزائرية اللي عندها علاقة مباشرة. نعم. بالجالية، أنه أيضا تكون على الأقل دعم معنوي يعني لهذا الموضوع. اسم هي الصفحات كلها منتدى الجالية الجزائري. نعم. لا يفوتني أن أثمن تخصيص وزارة خاصة بالجالية. هذا موضوع يعني لا أظن واحد مقيم في المهجر لم يعجبه هذا الموضوع. على الأقل يشعرون أنهم، لأنه الجزائري المقيم في المهجر كأنه تنتقص من جزائريته قليلا. نعم، الغربة والغربة. نعم. الثانية يعني. نور الإسلام، نقطة أخيرة في باختصار إن كان هناك إضافة على السي جلال. والله مثل ما قال أخي جلال، المنتدى يعتبر البيت الكبير للجالية. ندعو الجالية الجزائرية المتواجدة في تركيا للانخراط في هذا المنتدى والتفاعل معه في مختلف التخصصات. الحمد لله عندنا أكثر من تخصص، وفقط يأتي بالفكرة ونحن ندعمه إن شاء الله. وهم شيء أنه نكون حلقة وصل بالمعلومة السليمة للجالية الجزائرية، ونتشرف بكل جزائري مقيم في تركيا. شكرا لك. نحن أيضا نتشرف بكما سي نور الإسلام توات، نائب رئيس منتدى الجالية الجزائرية في تركيا. شكرا على الحضور. شكرا على هذه التفاصيل. سي جلال عدة، عضو مكتب منتدى الجالية الجزائرية في تركيا، شكرا جزيلا. شكرا لكما على هذه التفاصيل. مشاهدينا، نلقاكم بعد فاصل قصير في الموضوع الثاني.